تروح لايام الخمس ليرات لو ترجع الخمس ليرات كنا نعبي مازوت كنا لاكوادي يعني ناكل ونشرب وهي انه كان راكب اجار خمس ليرات كانت خمس ليرات يعني كنا نشتغل نعبي مازوت كان ما في موجوده بطاقه كنا نعبي مازوت من اي كازيه بدنا اياها نحن نروح ونعبي. يترحم هذا السائق السوري على خمس ليرات سورية كانت قبل الحرب تطعم أو تدفع رسوماً للمواصلات العامة بعد أن سقطت العملة السورية سقوطاً حراً ومدوياً وأصبحت بعداد الأموات. أما هؤلاء الطلاب اليافعون فيركضون بأقصى ما باستطاعتهم لتحصيل مقعد في حافلة النقل الداخلي وسط ارتفاع الأسعار وانعدام الوقود، أو يقنعون بحيزا صغيرا يمكنهم من الوقوف في الحافلة ليصلوا إلى وجهتهم. وهذا سائق آخر لم يترك المرض في جسده مكانا إلا واستوطنه، لكنه لا يجد حلا آخر سوى أن يبقى خلف المقود، فإما العمل على هذه الحافلة القديمة أو الجلوس على قارعة الطريق والتسول بحسب قوله. ضغط ما بدي أعيش إجباري، في ضغط معي، زارع شبك معي ضغط، معي تصلب شرايين، وأم مرتين صار معي نقص طريق دماغي، بس بدي أعيش ما بقدر أتسول. أكثر من 4000 ليرة سورية أصبحت تساوي دولاراً واحداً فقط، ما يعني أن هذه الأم السورية المسؤولة عن أطفال تجني 6 دولارات شهرياً، أي تكلفة سيارة أجرة لمرة واحدة فقط ذهاباً وليس إياباً لابنتها الطالبة التي خسرت عاماً دراسياً بسبب انعدام الدخل أمام جنون الأسعار. عندي بنت طالبة بكالوريا رسبت، تعبنا عليها كثير بالظروف اللي بالبلد، أحد أكبر أسباب رسوبة كان هو المواصلات، سجلت بمعهد كراج الست، إذا ما راحت مشي ما في مواصلات، وإذا راحت ما لقيت مواصلات بدها تطلع تاكسي، وأنا ما عندي قدرة مع 4 أولاد وعندي غير طلاب، أجار بيت 175,000 إني أدفع لها تاكسي كله 25,000 إذا بين روحة ورجعة، ما عدا أكلة ما عدا شربة. بات كثير من السوريين يفضلون استخدام أقدامهم على المواصلات العامة التي تتحرك والوضع في البلاد ثابت لا يتحرك، فيما يصطف هؤلاء السائقون السوريون أمام محطة الوقود هذه تماماً كما ينتظرون دورهم على الخبز والغاز والمحروقات والمعونات وأمام المستشفيات.